بسم الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. نستأنف مع الصفحة رقم 35 لاباج 35، ثم سنستكمل مع هذه الفقرة مع صومعة حسان لا تو حسان. طبعا كما قلنا فيما سبق، بو انفورمي سور ان مونيمو، من اجل الاخبار عن معلمة، من اجل الاخبار عن معلمة. J'utilise des mots et des expressions comme. يعني أنا أستعمل des mots et des expressions. أستعمل كلمات ثم عبارات comme مثل. مثلا nous sommes devant، نحن أمام. أو نقول vous êtes devant، أنتم أمام. مثلا كما رأينا فيما سبق، الأساتذة والتلاميذ. طبعا لتقديم المعلمة للتلاميذ مثلا، إذا نقول له مثلا nous sommes devant، نحن أمام. أو نقول له مثلا vous êtes devant، أنتم أمام. ثم تقول المعلمة مثلا vous êtes devant لا تو حسان، أنتم الآن أمام صومعة حسان. إذا نقول له مثلا maintenant vous êtes devant لا تو حسان، الآن أنتم أمام صومعة حسان. ثم نقول il date de مثلا بالنسبة لصومعة حسان نقول il date de 1196. il date de 1196. هي تؤرخ ل 1196. أو نقول عبارة أخرى في مكان هذه، نقول مثلا il a été construit en 1196، يعني هي بنيت في 1196 par مثلا كما عندنا في حالة صومعة حسان par le sultan يعقوب المنصور. par le sultan يعقوب المنصور، من طرف السلطان يعقوب المنصور. مثلا نقول il a été conçu pour، هي تصورت من اجل كذا، المقصود انه تم تصورها وبناء وبمعنى اخر من اجل كذا. في حالة صومعة حسان مثلا نقول il a été conçu pour être la plus grande mosquée au monde après la mosquée de Samara située en Irak. هي تصورت، المقصود أنها هندست بمعنى آخر. هي تصورت بمعنى آخر كما نقول أنها هندست، أن تم تصور ديالها. من أجل ماذا؟ pour être مثلا pour être la plus grande mosquée au monde après la mosquée de Samara située en Irak. هي تصورت لتكون أكبر مسجد، إذن هو تصور ليكون أكبر مسجد أموند في العالم أبخي لاموسكي، بعد مسجد سمرة. سمرة سيتوي أون إيراك، سيتوي أون إيراك. إذن بعد مسجد سمرة الموجود أو المتموقع أون إيراك في العراق. أو نقول مثلا إلي تكون سيبور هو تم تصوره من أجل ماذا؟ pour accueillir jusqu'à 40,000 personnes. إذن هي تم تصورها لاحتضان أو لاستقبال، كما عندنا هنا pour accueillir، من أجل استقبال jusqu'à 40,000 personnes، إلى حدود 40,000 شخصا. إذن ممكن أن نقول هذا مثلا في حالة صومعة حسان. إذن نقول il a été conçu pour accueillir jusqu'à 40,000 personnes. إذن هي تم تصورها من أجل استقبال إلى حدود 40,000 شخصا. كما نقول هي تم تصورها من أجل استقبال المصلين إلى حدود 40,000 شخصا. ثم ممكن أننا نذكر مساحة المعلمة. نقول مثلا إلى طباتي، طبعا نتكلم عن لوفا باتير فعل بنا، ومنها لو باتيمو يعني البناية. إلى طباتي، إذن هي بنيت. إذن نقول ال ا طباتي، طبعا تكون عندنا هنا ال لأننا نتكلم على لا تو حسان. طبعا هاد ال إذا كنا نتكلم عن شيء مذكر. إذن نقول ال ا طباتي، ال ا طباتي سور اون سيرفاس دو 25512 متر كاري. إذن هي بنيت على مساحة 25512 متر مربع. وميليو دو،
يعني في وسط كذا. مثلا في حالتنا ممكن أننا نقول هذه العبارة au milieu de la région de Rabassali. إذن وسط مثلا جهة الرباط سلا. au milieu de la région, إذن وسط منطقة de Rabassali. مثلا en face de مقابل كذا. طبعا ممكن أننا نحدد مكان المعلمة نقول بأن توجد وسط كذا، وسط مدينة، وسط قرية، وسط جهة، أو نقول en face de مقابل كذا. ممكن أننا نحدد مكانها أيضا بذكر معلمة أخرى معروفة إذا تكون قريبة منها، إذا نقول en face de، إذا مقابل كذا. مقابل مثلا ماذا؟ في حالتنا مثلا en face du، طبعا نتكلم عن موزولي محمد سينك، هذه كلمة مذكرة en face du موزولي دو محمد سينك، إذا مقابل دار محمد الخامس en face du موزولي دو محمد سينك، إذا هي توجد مقابل دار محمد الخامس. طبعا كما رأينا ممكن أننا نذكر كم عدد الزوار الذين تستقبلهم هذه المعلمة، إذا نقول il accueille، إذا هي تستقبل، طبعا نتكلم عن لو فيرب accueillir فعل استقبال، il accueille des visiteurs chaque jour، إذا هي تستقبل زوارا كل يوم، كما قلنا فيما سبق، بمعنى آخر أنها مفتوحة في كل يوم. أو نقول مثلا il accueille des visiteurs une fois par semaine، هي تستقبل زوارا مرة واحدة في الأسبوع، إذا كانت تفتح مثلا مرة واحدة في الأسبوع، يعني أن لا تفتح على طول الأسبوع إلا مرة واحدة. ثم نذكر من ماذا تتكون هذه المعلمة، مثلا في حالة صومعة حسن نقول لا سال دو بريير اي ديفيزي اون تخوز اسباس، لا سال دو بريير اي ديفيزي اون تخوز اسباس، إذا طبعا قاعة الصلاة هي مقسمة إلى ثلاثة مساحات، إلى ثلاثة فضاءات كما نقول، أو نقول كما عندنا هنا il se compose، إذا طبعا نتكلم على لاسال سنقول ال، طبعا نتكلم على لاسال سنقول ال se compose، هي تتكون ال se compose de trois espaces، ال se compose de trois espaces، هي تتكون من ثلاثة فضاءات مثلا. ثم نضيف هذه الجملة il constitue، طبعا في حالة لا تحسن نقول elle constitue، هي تكون أو تعتبر بمعنى آخر un patrimoine culturel mondial، un patrimoine culturel mondial، إذا هي تعتبر تراثا ثقافيا عالميا. إذا بالنسبة لا تحسن سنقول elle constitue un patrimoine culturel mondial national، أو نقول national تراث عالمي أو تراث وطني. ممكن نقول elle constitue un patrimoine culturel régional مثلا، يعني أن هذا التراث هو جهوي إلى غير ذلك. ممكن أيضا أننا نقول elle constitue une architecture arabo-musulmane، elle constitue une architecture arabo-musulmane، إذا هي تمثل فنا معماريا عربيا اسلاميا ومركابل فريدا. اذا نقول مثلا elle constitue une architecture arabo-musulmane remarquable، اذا هي تكون كما نقول او ان تعتبر فنا معماريا عربيا اسلاميا ومركابل فريدا، le plus renommé arabe، الاكثر شهرة في الرباط، الاكثر شهرة في الرباط. نتكلم هنا عن هذه المعلمة على أنها تمثل فنان معماريا عربيا إسلاميا الأكثر شهرة بالرباط. ثم عندنا هذا الموضوع عن صومعة حسان لاتو حسان اون ديتاي، إذا صومعة حسان بالتفصيل، صومعة حسان بالتفصيل. لاتو حسان اي ان دي مونيمو لي بلو سيلابر دو لا فيل دو غابا، إذا صومعة حسان هي واحدة من المآثر لي بلو سيليبر الأكثر شهرة دو لا فيل دو غابا بمدينة الرباط. لا تو حسان اي ان دي مونيمو لي بلو سيليبر دو لا فيل دو غابا، صومعة حسان هي واحدة من المآثر لي بلو سيليبر الأكثر شهرة. نقول عن شخص بأنه سيليبر
أو عن شيء بأنه سلابة، يعني أنه شهير، أنه مشهور. لا توحسان إي أن دي مونيمو لي بلو سلابغ دو لا فيل دو غابا. ألوغيجين، في الأصل سيت تور روبخيزونت لو ميناري دي موسكي جامي تيرميني. ألوغيجين في الأصل سيت تور روبخيزونت لو ميناري دي موسكي جامي تيرميني. في الأصل هاد الصومعة تمثل منارة لمسجد جامع ترميني التي لم تكتمل قط. إذا نتكلم عن صومعة، طبعا كان مؤسسها ينوي أن يجعل منها مفخرة لإمبراطوريته، لكن بعد موته توقف البناء. هذه الصومعة لم تكتمل لأن الملوك الذين جاءوا بعد يعقوب المنصور لم يتموا العمل. لماذا؟ لأن الملوك الذين جاءوا بعده كانوا مشغولين بدفع الحملات الصليبية التي كانت تهدد المسلمين بالأندلس. إذن cette tour représente le minaret d'une mosquée jamais terminée. À l'origine, cette tour représente le minaret d'une mosquée jamais terminée. La personnalité qui a eu l'idée de ce magnifique édifice est le sultan Yaqub Mansour. إذن الشخصية التي كانت لها فكرة هذا البناء الجميل est le sultan Yaqub Mansour. إذن هو السلطان يعقوب منصور. La personnalité qui a eu l'idée de ce magnifique édifice est le sultan يعقوب منصور. إذن الشخصية التي كانت لها فكرة هذا البناء الجميل est le sultan يعقوب منصور. السلطان يعقوب منصور هو الذي كانت له فكرة هذا البناء الجميل. L'objectif de ce sultan qui régna sur le Maroc était, إذن هدف هذا السلطان كيغينا الذي حكم سيغ لو ماروك الذي حكم المغرب ايطي دو كونستخوير لا بلي غروند موسكي دي موند ابخي سيل دو سامغا اون ايراك. اذا كان هدف السلطان الذي حكم المغرب ايطي دو كونستخوير هو ان يبني لا بلي غروند موسكي دي موند ابخي سيل دو سامغا اون ايراك. اذا هو ان يبني اكبر مسجد في العالم بعد مسجد سامورا في العراق. Cependant, لكن les travaux ont été stoppés، لكن الأعمال أنها توقفت après son décès en 1199. الأعمال توقفت، نتكلم عن أعمال بناء هذا المسجد وبالتالي بناء الصومعة. ont été totalement stoppés أنها توقفت بالمرة après son décès en 1199 في 1199. Ses successeurs se sont en effet désintéressés du projet. Ses successeurs، إذا نتكلم عن خلفائه، الأشخاص الذين خلفوه. هاد الكلمة تأتي من لو فيرب succéder يعني تابعة. نتكلم عن شيء أو شخص يتبع شيئا أو شخصا آخر. إذا نتكلم عن succéder يعني تابعة. إذا هنا نتكلم عن التابعين كما نقول. إذا نتكلم عن الأشخاص الذين تابعوا شخصا مثلا أو تابعوا أشخاص آخرين. هنا نتكلم عن الأشخاص الذين خالفوا السلطان يعقوب المنصور. إذا نقول عنهم سي سوكسيسور كما نقول خلفاءه. أشخاص الذين خالفوه سوسون أونيفي، هم أونيفي في الواقع ديزانتيغيسي يعني أنهم لم يهتموا. سانتيغيسي أكلكو شوز يعني أنك تهتم بشيء. إذا نتكلم هنا عن الفيرب سانتيغيسي، هنا سوسون ديزانتيغيسي يعني أنهم لم يهتموا. دي بروجي لم يهتموا بالمشروع. أونون با تخوفي أو أنهم لم يجدوا لو طون دو مني أبيان لافان دي تخافو يعني أنهم لم يجدوا الوقت ليأخذوا بشكل جيد نهاية الأعمال. المقصود المسؤولين لم يهتموا بالمشروع أو أنه لم يكن لهم الوقت الكافي ليتموا المشروع بمعنى آخر. ثم عندنا إستواغ دولاتو حسان، تاريخ صومعة حسان. لإستواغ دولاتو حسان، تاريخ صومعة حسان. لا تور دوفي إتخ لو ميناري دو لا موسكي دو ميم نو، الصومعة يجب أن تكون منارة المسجد دو ميم نو بنفس الإسم. لا تور دوفي إتخ لو ميناري دو لا موسكي دو ميم نو، مي سيلسي نو في جامي ترميني.
إذن الصومعة يجب أن تكون يعني هي منارة المسجد، لكن هذه الأخيرة نوفي جامي تغميني، نوفي جامي تغميني يعني أن لم تكتمل بعد، يعني أن لم تكتمل بالمرة. كان من الممكن أن تحمل هذه الصومعة اسم المسجد لكن لم تكتمل، لكن لم تكتمل. لا تو دوف اتخ لوميناي دو لا موسكي دي ميم نو ما سيلسي، ما سيلسي نوفي جامي تغميني، لكن هذه الأخيرة لم تكتمل. أو ليو داتخ أبلي ميناري أون لا كوني أنسي سولو نو دو تو حسان. إذن بدل أن نسمي منارة أون لا كوني أنسي، إذن عرفنا فقط سولو نو دو تو حسان، عرفنا فقط بإسم كما نقول برج حسان، كما نقول برج حسان، يعني أن لم تكن صومعة بالمعنى المعروف بمعنى آخر. إذن كان ممكن أن تكون منارة، كان ممكن أن تكون صومعة كبقية الصوامع المعروفة في المساجد الأخرى، لكن مادام أن لم تكتمل فهي بقيت على شكل برج. طبعا البرج هو البناء العالي. On ne connaît pas par contre la justification du nom de Hassan. أننا لم نعرف يعني تعليل اسم حسان. طبعا كما نلاحظ هنا الذي بناه يعقوب منصور، لكن تحمل اسم حسان. إذن هنا يقول الكاتب بأننا لا نعرف من أين أتى اسم حسان. سي يعقوب منصور شوازي لا فيل دو غابو بور إيريجي سو كيل فو إتخ لا بلي غروند موسكي أو موند. سي يعقوب منصور شوازي لا فيل دو غابو بور إيريجي سو كيل فو إتخ لا بلي غروند موسكي أو موند. إذا كان يعقوب منصور شوازي لا فيل دو غابو أنه اختار مدينة الرباط بور إيريجي سو كيل فو إتخ لا بلي غروند موسكي أو موند، طبعا لو فيرب إيريجي المقصود به شيد. إذا كان يعقوب منصور اختار مدينة الرباط بور إيريجي لكي يشيد سو كيل فو إتخ لا بلي غروند موسكي أو موند، ما يمكن أن يكون أكبر مسجد في العالم، سي باسكيل لانتونسيون، هذا لأنه كانت له نية دو فير دو سيت فيل لا كابيتال دو سون أمبيغ، سي باسكيل لانتونسيون دو فير دو سيت فيل لا كابيتال دو سون أمبيغ. إذا كان يعقوب منصور اختار مدينة الرباط ليشيد فيها، ما يمكن أن يكون أكبر مسجد سو كيل فو إتخ لا بلي غروند موسكي أو موند، ما يمكن أن يكون أكبر مسجد في العالم كما كان ينوي، سي باسكيل لانتونسيون، هذا لأنه كانت له النية دو فار دو سيت فيل ليفعل من هذه المدينة لا كابيتال دو سون أمبيغ، ليفعل أو ليجعل من هذه المدينة عاصمة إمبراطوريته، عاصمة إمبراطوريته. فلأنه كان يريد أن يتخذ مدينة الرباط عاصمة لإمبراطوريته، فلذلك هو أراد أن يشيد فيها ما كان يود أن يكون أكبر مسجد في العالم. لتخابو دي بيت أو 1196، إذا الأعمال بدأت في 1196 لتخابو دي بيت. طبعا نتكلم عن ديبيتي يعني بدأ، ومنها لو ديبي، ومنها لو ديبي يعني البداية. لي طخابو ديبيت أو 1196، إذا الأعمال بدأت في 1196. مي تخوا زاني بلي طار سولمون، لكن ثلاث سنوات بعد ذلك فقط. مي تخوا زاني بلي طار سولمون، لكن ثلاث سنوات بعد هذا فقط. لو سلطون دي سيد إي لي طخافو نو سورون جامي تيرميني. إذا السلطان ديساد، إذا السلطان توفى، إي لي طخافو نو سورون جامي تيرميني، والأعمال لم تكتمل بالمرة. كاركتيرستيك دو لا تو حسان، إذا نتكلم عن مميزات صومعة حسان. لا تو كلمين، الصومعة تبلغ قمة. طبعا كلميني المقصود به كلميني، المقصود به بلاغ قمة. سي لو فيرب كلميني، هذا فعل كلميني المقصود به بلاغ قمة. إذا هنا لا تور كلمين، إذا الصومعة كما نقول هنا البرج كلمين أنه وصل أين تور دو 44 متر، إذا هي وصلت قمة 44 مترا.
alors qu'elle devait atteindre plus de 60 mètres, في حين كان يتوجب أن تصل لأكثر من 60 مترا. طبعا الصومعة كان مبرمج لها أن تصل لأكثر أو لتتجاوز 60 مترا، لكن ما دام أن يعقوب منصور قد توفي فقد توقف بناء الصومعة في 44 مترا. إذا لا تكلمين أين تعود 44 متر، إذا الصومعة وصلت علو أين تعود إلى علو دو 44 متر 44 مترا. Alors qu'elle devait atteindre plus de 60 mètres à l'origine du projet. في حين كان يتوجب أن تصل سلوغاب atteindre يعني وصل. Alors qu'elle devait atteindre في حين كان يتوجب أن تصل plus de 60 mètres à l'origine du projet. كان يجب أن تصل لأكثر من 60 مترا في أصل المشروع. في أصل المشروع المقصود عندما بدأ المشروع كانت هناك خطة لتتجاوز الصومعة 60 مترا. إذا نتكلم عن الأوريجين دي بروجي، كما نقول في أصل المشروع. من حيث أصل المشروع الصومعة كان يتوجب أن تصل لأكثر من 60 مترا. لكاتر فاساد دو لا تور أونت ديسكوتي دو مانيير ديفيرونت إي رافيني. لكاتر فاساد الجهات الأربع دو لا تور للبرج اون تيتي سكولبتي انها نحتت دو مانيير ديفيرونت بطرق متعدده. غافيني غافيني كما نقول ومصفات. غافيني كما نقول انها مصفات او مدهونه. اذا غافيني كما نقول انها مصفات او مدهونه. كما نقول انه تم انهاء اللمسات الخاصه بها. اذا لي كاتر فاساد دو لا تور ont été sculptés de manière différente et raffinée. إذا نتكلم عن الجهات الأربع للبرج ont été sculptés أنها نحتت de manière différente بطرق متعددة et raffinée. إتمام اللمسات الأخيرة عليها. L'esthétique de la tour fait penser à celle de Giralda en Espagne et à la Koutoubia à Marrakech. إذا l'esthétique كما نتكلم عن جمالية. L'esthétique كما نتكلم عن جمالية. De la tour l'esthétique de la tour جمالية البرج في بونسي يعمل على التفكير. يعمل على التفكير المقصود انه يذكر السال دو جيرالدا اون اسبان يذكر باللاتي لجيرالدا. اذا نتكلم عن ان هذا الجمال يذكر بجمال مسجد خيرالدا اون اسبان باسبانيا ادو لا كوتوبيا مراكش ويذكر ايضا بجمالية الكتوبية بمراكش. À tel point, il a dérangé que l'on se demande. À tel point que l'on se demande, il a dérangé أننا نتساءل encore لازلنا. المقصود أننا لازلنا نتساءل. Il a dérangé أننا لازلنا نتساءل si les architectes, si les architectes ne seraient pas les mêmes. إذا ما كان المهندس والمعماريون ne seraient pas les mêmes. إذا كانوا هم أنفسهم. المقصود إذا كانوا هم أنفسهم الذين بنوا الكتبية أو بنوا جامع خيرالدا بالأندلس أو الذين بنوا مسجد خيرالدا بالأندلس. لانتيريور دو لا تور إي تاسي لارج. إذا نتكلم عن داخل الصومعة داخل البرج كما عندنا هنا لانتيريور دو لا تور. إذا داخل البرج داخله إتاسي لارج يعني هو جد واسع. هو واسع جدا داخل هذا البرج. هو واسع. Pour qu'un homme puisse atteindre son sommet à cheval. Pour qu'un homme puisse atteindre son sommet à cheval. بحيث أن رجلا يستطيع. نتكلم على اللغة pouvoir. Pour qu'un homme puisse. بحيث أن رجلا يستطيع التندر يصل سون سومي قمتها أشوفال على الحصان. إذن داخل هاد البرج هو واسع جدا بحيث أن رجلا يستطيع الوصول إلى قمتها وهو يركب الفرس. إذن لا شك أن داخلها هو جد واسع. لانتيريور دو لا تور
est assez large pour qu'un homme puisse atteindre son sommet à cheval. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.